تعالوا كل شيء بواحد يورو. اليوم راح نبيع اغراض المستعمله، يعني الاغراض اللي ما نحتاجها، العاب الاطفال، احذيه، شغلات يعني ما نستخدمها بالبيت، هاي يستخدموها ما اعرف الحلاقه. فاليوم هاي الشارع فيها يسموها رومل ماركت، يعني يبيعون اشياء مستعمله. هاي يوم واحد تصير بالسنه، يعني كم شارع هنا في المدينه، في مدينه أوس يخلونه، مو بس مدينه أوس، كل المدينه عندهم يوم واحد في الشارع، عندهم يوم واحد يخلون اشياء مستعمله في الشارع. وراح اسوي لكم زوم واشوف لكم الاسعار، الاسعار رخيصه جدا، حتى احنا جاي نبيع بسعر رخيص. هاي تقدر تاخذها مجاني كلهم. طبعا حاليا جاي انتظر الزباين، ورا الساعه 12 اعتقد راح يجون. فبعنا كم شغله، شغلات رخيصه بصراحه، يعني واحد يورو مو شيء، يعني يصير 1500 دينار عراقي. فجاي ننتظر الزباين ان شاء الله ورا الساعه 12 يجون، حتى اصور لكم يعني اشوف لكم الزباين. طبعا عندنا صور قديمه شويه، وعندنا هاي شغلات مال اطفال، يعني شغلات بسيطه، وهاي بدايه السوق. فاني شنو راح اسوي، راح اخذكم جوله واشوف لكم السوق. هاي الشارع على اليسار، على اليمين مباشره كله سوق مستعمل. فلا تنسون اللايك والاشتراك، وخلي اخذكم جوله. وهسه راح اخذكم جوله ونشوف السوق المستعمل في هاي الشارع. طبعا الاسعار رخيصه جدا، يعني تبدا من 1 يورو لحد 10 يورو 20 يورو حسب. كل واحد يقدر يجي يبيع شغلاتنا، يعني مثلا تأجر مترين او ثلاثة، كل متر بواحد يورو، تأجر هنا شي 4 امتار وتجي تخلي اغراضك وتبيع. شوف هذا عنده شغلات قديمة شفناه، حلو والله. كل واحد يبيع شغلة، احذية، ملابس، انتيكا، العاب اطفال، اشياء قديمه، كل شيء موجود. طبعا انا كلش افيج اجواء، يعني سوق الشوارع هذا منه كل السوق، وعلى اليمين وهذا الاتجاه من كله سوق، وهذا الاتجاه من كله سوق. فاني وين راح اروح ما ادري، خلي اشوف هاي الجانب. شنو حتى هنا مخلين شغلات، والله السوق كبير. خلينا نشوف هذا الجانب اللي نوم مبين ازدحام. اجواء حلوه. شوف هذا شنو عنده، هاي الاسعار. طبعا انا جاي امشي سريع، انه بصراحه ما اعرف، الاسعار كلها رخيصه. هاي الشغلات شوفون كاتب خراتيس، كل شيء مجاني. احنا وصلنا الى اخر نقطه بهاي الجهه، هاي الالعاب كل واحد بواحد يورو او 50 سنت. هنا مخلين مثل مطاعم متنقله، وناس جاي تاكل تشرب، والله اجواء حلوه. طبعا اكثرهم يبيعون شغلاتهم بواحد يورو مثل ما مكتوب هنا، يعني اسعار رخيصه بصراحه. واذا تدور زين تلقى الشغلات حلوه بسعر رخيص، لانه الناس بس تريد تخلص منهم. وبكل حالات الشغلات موجوده بالقراج او بالبيت، يعني ما يحتاجوها فيبيعوها باي سعر. خلينا نشوف هذا شنو يبيع، كتب، العاب، وشغلات قديمه. بالكوزا دي دي فيرلد بول، يا هذا ب 10 يورو. اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رايكم هيك السوق، يعني سوق الشوارع. اذا حبيتوا هالموضوع راح اسوي لكم فيديوهات اكثر. خلينا نشوف هاي الشارع شنو موجود بها.
دخلنا الى مكان جديد. شوف هذا السعر 120 يورو. والله هذا غالي. اشتري جديد احسن لي. شوف هذا عنده شغلات حلوة. شوف هذا 8 يورو. الساعة 5 يورو. وهذا البنكة 5. البنك ب 8 يورو. خليني اشوف لكم شنو موجود بهاي الشارع. خاف تنطر هسه وبعد ما اقدر اصور، بس خليني اشوف هنا. شوف هذا هنا كاتب خراتيس، يعني الشغلات مجانيه، هاي تقدر تاخذها مجاني كلهم. شوف هذا مال صيد السمك مال السبعينات، سعره 5 يورو فقط، فيمكن اخذه. هذا سعره 10 يورو وهذا سعره 12 يورو قفص، بس هذا حلو. وكانت تمطر وهسه طبعا وقفت المطر، راح نكمل طريقنا ونشوف لكم السوق. خلينا نشوف اخوي شنو باع، شنو جاب لنا فلوس. يلا اخوي يعني. طبعا مثل ما تشوفون الشوارع هنا مسدوده، ليش؟ لانه يشتغلون، حتى ناس سيارات يجون من سايت واحد. وانا هسه جاي امشي بنص الشارع، ليش؟ لان شارع مسدود اصلا ويشتغلون بها. فاليوم احد ماكو شغل، باكر يجون يشتغلون هنا. هاي الشارع اللي جاي نبيع بها الاغراض. هسه دخلنا للشارع مره ثانيه، واخوي صار اول واحد وثاني واحد بالشارع جاي يبيع اغراض. أنا رحت صورت شوية بالسوق، سويت جولة ورجعت. طبعا رجعت مرة ثانية إلى مكاني، المكان اللي جاي أبيع بها أغراض المستعملة، بس مع الأسف شوية كان مطر والأجواء صارت شوية مو زينة، بس أعتقد هسه شوية وجو صحيح. وشوفكم بعد شنو موجود. خلينا نشوف شنو راح يشترون هذولا. طبعا اشتروا كم لعبة بواحد يورو انطيناهم. شوف انا اشتريت هاي الصنارة بخمسة يورو، يعني رخيص جدا. فانا شنو راح اسوي؟ ان شاء الله من نسوي رايح راح اروح نصيد سمك، من نسوي التخييم ونسوي لكم شغلات حلوة بالتخييم وصيد السمك. وهسه استراحة المحارب، يعني بعد ما بعنا كم شغلة لازم اخذ شوية، لأنه صراحة جعت. صامكم العافية. طبعا بعنا كل الرؤوس مال الحلاقه، بعناه واحد بخمسة يورو لهذول الاثنين، يعني ب 40 يورو بعناه. بعنا بعد كم شغله. خليني اشوف لكم هاي مال العراس. شوف ايش قد حلوين. هاي ايش قد؟ يورو. هذا واحد بيورو. هاي من تصير عرس وانت ترقص بالنص العرس والشيء هذا كلش حلو. تعالوا تعالوا شوفون هذا القفص جديد اخذناه مجاني، لا حد الان كاتب به خراتيس. السعر هذا اكثر من 30 يورو بالسوق، يعني جديده وهي اصلا ما بيها شيء. طبعا حاليا الاجواء صارت احلى، طلع الشمس ووقف المطر واحنا جاي ننتظر هنا. صراحه تجربه حلوه، يعني انا حبيت اشوف انه اذا انا صرت بايع في يوم من الايام وبيع شغلات شلون راح يكون. ولو اني يعني ما طورت هنا، سويت جوله سريعه، بس عجبني كلش، يعني ابيع شغلات. واذا طلع مره ثانيه هيك سوق هم من اجي ابيع، لانه هاي بالسنه تصير مره، وكل مدينه عندها فت يوم يخلون هيك اغراض بالشارع يبيعوها. يعني باختصار اي واحد يقدر يبيع الشغلات القديمه، بس لازم يسجل، يعني لازم يبعث ايميل ويشتري مثلا 4 امتار 6 امتار 4 امتار ب 4 يورو، يعني كل متر بيورو، وتخلي اغراضك هنا. طبعا بعد ما سويت الجوله في سوق المستعمل وبعد ما بعت الاغراض، طبعا مو كلهم، وبعد ما اكلت وشفت لكم الاجواء هناك راح ارجع للبيت. اخوي ظل هناك من اول السوق لحد الساعه 5 او 6 مساء. ف صراحه انا شوي مليت، قلت خليني ارجع للبيت
واتمنى هذا الفيديو البسيط يعجبكم، واذا عجبكم راح اسوي بعد فيديوهات اكثر بخصوص سوق المستعمل. وانا هاي اول مره اجرب كبايع يعني نبيع شغلات، صراحه كانت تجربه حلوه. المهم لا تنسون اللايك والاشتراك، واذا عندكم اي استفسار، واذا عندكم مواضيع تريدون اني اسويها تقولي بالتعليقات. تحياتي.